السلام عليكم، معكم يحيى من قناة قصص. النهاردة معانا قصة بعنوان صولا جوان مال الجيجان. ويلا نبدأ في قصة النهاردة في السريع. جربت قبل كده تعيش سنين طويلة في رعب وفزع شديد؟ ده بالظبط اللي كان بيحصل معايا. قصتي بدأت وأنا لسه صغير في ابتدائي، وكان عندي ساعتها 9 سنين. كنت مفكر ان بيت جدي مسكون بالعفاريت والارواح. كنت على طول بسمع كلام امي وهمسها لابويا لما كان يطلب منها نروح نزور جدي، كانت تكرر نفس الكلام: انا بخاف من ابوك الدرويش، بخاف لحسن يزين عشان مش بيحبني. ما كنتش فاهم وقتها عشان جدي ما اسموش الدرويش، ده اسمه مسعود أو الشيخ مسعود زي ما بيسميه الناس. كنت نادرا جدا لما بروح له، وكنت بسمع صرخات الستات والرجالة بتطلع من أوضته، وكنت بتصمت عليه من الشارع الخلفي للبيت. كانت العمارة دورين، الشقة الأرضي شقة عمال، والشقة العلوي كانت شقة جدي. كنت بشوف من فتحات الشباك الستات وهي بتصرخ، والرجالة بتقع على الأرض، وبيجيب جدي عصاية شكلها غريب يضربهم 3 ضربات على راسه وبعدها بيفوق. ما كنتش بزور جدي كتير بسبب أمي، كانت بترفض. وفي يوم من الأيام جدي جالنا البيت، وحصل مشكلة كبيرة مع أبويا وأمي. كنتش عارف في إيه، بس كنت حاسس إنه عايزني. سمعته بيقول لأمي إنهم اختاروني عشان المهمة دي. وقتها صرخت أمي وقالت مش هتاخد ابني مني. فخرج جدي غضبان وهو بيكرر محدش بيقول لهم لأ لما يختاروا حد. وتاني يوم مات أبويا وأمي في حادثة، رحت أعيش مع جدي عشان ما كانش ليا حد غيره. المهم رحت البيت ووقتها حسيت بشيء غريب، ما كنتش مرتاح للمكان خالص. كنت خايف جدا وما كنتش عايز أقعد مع جدي، لكن هعمل إيه، مجبر. في أول يوم جاب جدي العصاية اللي كان بيضرب بيها الناس وضربني بيها 3 ضربات على راسي، وبعدها ضحك وما اتكلمش ولا كلمة وسابني أروح مدرستي. كنت بهرب من بيت جدي وألعب في الشارع مع أصحابي. وفي يوم رجعت البيت متأخر، فقررت إني أطلع خلاص، بس كنت مرعوب وقتها من المنظر. ناديت على جدي برعب بس ما كانش بيرد عليا، هدوء بطريقة غريبة. المهم وصلت عند باب الشقة وكان مقفول، فضلت أخبط ونادي على جدي ولا بيرد ولا بيفتح. في الوقت ده حسيت ببرد غريب، كأني في تلاجة حواليا. الجو قلب مرة واحدة، حسيت بحد بيتنفس في ظهري. بدأت ألف ببطء، كنت مفجره جدي، لكن اللي شفته ما كانش جدي خالص. شفت عيون حمراء دم في وسط الضلمة والعتمة والهدوء. بدأت أصرخ بهستيريا لحد ما وقعت على الأرض وفقدت الوعي. صحيت وكان جدي قاعد على كرسي قدامي وماسك نفس العصاية الغريبة، وقال لي
ايه اللي اخرك بره كل ده؟ فقلت له كنت بلعب. وقتها قال لي ما تتأخرش تاني بره، وضربني بالعصاية تاني 3 مرات على راسي. حسيت ببرد جامد جدا في جسمي، ما قلتش حاجة لجدي عن العيون الحمراء لأني كنت خايف منه وقتها. من بعد اللي شفته وأنا بقيت بحلم بأحلام غريبة بشعة، كوابيس كتير. عشت مع جدي 3 سنين صراع، كنت بخاف أروح الحمام بالليل، فكنت أوقات ببل الفرشة اللي أنا نايم عليها. وكان في 6 عجوزة هي اللي بتنظف البيت وبتعمل لنا الأكل. كنت بشوف حاجات كتيرة غريبة اللي كان جدي بيجيبها، وكنت بخاف أفتحها عشان جدي حذرني ألمس حاجة. اللي كانت عبارة عن قرون وحوافر وأكياس دم كنت بشوفها مع جدي، وما كنتش بتكلم. كنت بحبس نفسي في أوضتي معظم الأيام. في يوم من الأيام دخل جدي الأوضة وقال لي إنه حزن دلوقتي تحت في الأوضة اللي كان بيشتغل فيها. كنت خايف ومش عايز أروح معاه، ما كنتش عارف هو حزن ليه، بس رحت معاه. وكانت الأوضة فيها راجلين وست. قعدني جدي على كرسي وسمعته بيقول لهم انه هيحضر لهم روح ابنهم، وفضل جدي يكرر كلام ما كنتش فاهمه وهو بيرفع العصاية. وبعدها فقدت الوعي، مش فاكر اي حاجة بعدها. واول ما فتحت عيني كانت الست الموجودة بتبصلي باستعجاب ورعب، كانت بتعيط وانا كنت تعبان جدا من اللي حصل. وقال لي جدي وقتها اروح لاوضتي، بس ما كنتش قادر امشي، كنت حاسس بضعف مش عارف ايه اللي حصل. وتكرر الموضوع اكتر من مرة، كنت بحس بالضعف في كل مرة، مش عارف ايه اللي بيحصل وجدي كان بيعمل فيا ايه. استمرينا على الحال ده لحد ما بلغت 18 سنة، وبقى معايا دبلوم تجارة. ما كنتش متفوق في الدراسة وقتها، قررت أسيب جدي للأبد لأني فهمت إن جدي كان بيستخدمني كوسيط روحي، كان بيحضر أرواح الناس الميتة من خلال جسمي. قررت أمشي، خفت أقول له العزيمة، بس كنت عايز أعرف سر الصولجان أو العصاية اللي معاه. قال لي إنها صولجان الجن أو الجاء، ما كنتش فاهم معنى الكلمة. قال لي ان من خلالها يتحكم في الجن. حسيت برعب اكتر وقررت امشي، بس معرفتش لان جدي منعني. مش هقدر اقول جدي منعني ازاي. المهم قعدت 3 سنين تانيين مع جدي لحد ما مات في يوم من الايام. وقتها ما كنتش عارف افرح ولا احزن لموته. بعد دفنه مش هقدر اتكلم عن اليوم ده كمان لانه كان يوم صعب عليا.
وقتها سبت البيت اللي فيه ومشيت، رحت لمحافظة تانية عشان أشتغل هناك وأبدأ من جديد وأنسى كل اللي فات. لكن فضلت الذكريات تجاربي والأحلام الكوابيس. كانت أحلام وكوابيس غريبة، فكنت بشوف حاجات محدش كان بيشوفها غيري. مش عارف ده بسبب جدي أو العصاية. حاولت أتأقلم ورحت لشيخ في جامع قايل وحكيت له قصتي. قال لي الشيخ إني أستغفر ربنا لأنه غفار كل الذنوب، وأنا ماليش ذنب في اللي حصل، ووصاني بآيات قرآنية والالتزام بيها، وإني أبعد عن المعاصي والذنوب، وإني أعمل كده على قد ما أقدر. مفكرتش إنه أرجع بيت جدي وعرضته للبيع، بس محدش راضي يشتريه من سنين. وبكده تكون قصة النهاردة انتهت. أشوفكم في قصة جديدة بإذن الله، بس ياريت تدعمني وتقولي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله.